12,000 شجيرة على مساحة 15 هكتارا هي الحصة أو حصة بلدية عين الرمانة بولاية البليدة من البرنامج الوطني المتعلق بغرس شجرة لكل جزائري، والتي يسهم فيها أفراد الجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الأولى. البرنامج يمتد إلى غاية 2017 ويشمل في المعدل 3 بلديات من كل ولاية عبر الوطن. روبورتاج فتحية بالعالية والقراءة لكريمة لشمت. بلدية عين الرمانة عينة إلى جانب بلديتي السمعة وأبو عرفة بولاية البليدة، استفادت من عملية تشجير بمعدل 12,000 شجيرة على مساحة 15 هكتارا على غرار 40,000 شجيرة خصصت للولاية إلى غاية سنة 2014 على مساحة تقدر ب 50 هكتارا. العملية في مرحلتها الأولى ستشمل 11 ولاية أخرى. تطبيق لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتضمنة غرس 39 مليون شجيرة، يشارك الجيش الوطني الشعبي في هذه الحملة انطلاقا من هذا اليوم من هذه المنطقة التي تقع بالدار الوسطاني عين الرمانة. العملية التي يشارك فيها كل من المنظمة الوطنية لحماية البيئة والتبادل السياحي ومحافظة الغابات والقطاع العسكري ستمس 3 بلديات من كل ولاية كل أسبوع، يتم خلالها غرس 3 أنواع من الشجيرات على مستوى الغابات وعلى حواف الطرقات وبالأحياء. سخرنا 4 مشات التابعة لإدارة الغابات لمحافظة الغابات البليدة لإنتاج الشتلات والشجيرات، زائد 60 عون غابات و6 شاحنات سهرج من الحجم الصغير للقيام بتأطير هذه العملية. البرنامج الوطني الذي سيدوم من شهر نوفمبر إلى شهر ماي من كل سنة حتى آفاق سنة 2017 يهدف إلى تشجير 39 مليون شجيرة عبر ولايات الوطن في إطار برنامج هادف عنوانه شجيرة لكل جزائري.